هذه هي المباراة. ودي ثقافة لازم الناس تعرفها، صحيح. الجماهير للأندية الكبيرة هي كده. احنا الأهلي المصري لسه واخد السوبر امبارح، النهارده تقابل الجمهور الأهلي يقابل اللعيبة يقول له ايه؟ يقول له افريقيا، وبعد افريقيا يقول له الدوري. ما ده طبيعي، طبيعي، لأن دول عايشين على البطولات، وده الطبيعي، وده الضغوط اللي لازم تتعتاد عليها كلاعب كبير وكلاعب في نادي كبير. المركز الثاني ليهم فشل، ما تقوليش البطل لا يشتكي. الثاني نفس الاخير. وبعدين انا الاوراوا ده مع احترامي للجميع فرقه عاديه، فرقه متواضعه بس منظمه، وخدت البطوله. اي بس ما ياخذ منك شوي عن موسيماني، لانه هو واجه نقد كبير جدا، راح للاهلي السعودي دلوقتي، صعد معاهم الى دوري روشن الموسم القادم، ومتوقع ايضا ان يستمر موسيماني مع الاهلي ايضا. موسيماني من احد اعظم مدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. موسيماني في الفترة اللي خدها او اللي اجتازها اللي قعد مع بيها الاهلي المصري من اعظم المدربين في تاريخ النادي الاهلي المصري. عكس كلام وائل جمعة تماما. لا كل واحد له. صحيح اقول لك عكس، انا ما بقول فوق راسي وكل. لا انا اقول عكس يعني. انما الارقام بتقول، البطولات اللي حققها بتقول. احنا كنا في المباريات الكبيرة مع موسيماني نحط رجل على رجل، لانه احنا عارفين ان هو هيعمل ايه. فده من افضل المدربين. شوف. نعم. اللي دخلوا الدوري المصري وتاريخ النادي الاهلي المصري اللي بيتصدره هيدي كوتي، مانويل جوزيه، يجي في خلال نفس ممكن درجه اقل موسيماني. شوف ايش قال لك الكابتن، قال لك نحط رجل على رجل، احنا مرتاحين.